السلام عليكم ورحمة الله. هذه مراكش بالليل، هذا جليز، وما أدراك ما جليز، سبحان مبدل الأحوال. ده شارع محمد الخامس تقريبا جهة كاري إيدين، وأنا راجع من العمل. تقول ولو كاين حركة بين الأمن، ونتمنى إن شاء الله يمشي هذا البلاء، الله يلطف بينا، وبقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، السلام عليكم.